كانت اليوم نهار الثاني، بديت معكم الفلوغ نهار الحد، ما صورت لكم حتى شي حاجه من الفطور حيت تو سامبلومون ما درت حتى شي حاجه. منين فطرنا وحنا جالسين بقينا غير جالسين كنتعاودوا كنتفرجوا في نتفليكس. هابخي كنا قلنا غادي نخرجوا في العشيه باش نخرجوا امير، ولكن كان واحد السميق لي واحد مده البرد راه ما يمكنش انسبورتابل، دونك قلنا بلاش علينا نبقاو جالسين في الدار. ديجا نهار دغيا كان كيظلم الحال، ديجا ديجا الليل دغيا كيطيح، دغيا ظلام الحال، دونك قلنا ما كاينلاش نخرجوا اصلا الحد كيكون كلشي ساد. دونك فوالا اليوم نهار اثنين، فقنا الصباح بكري صراحه ما مشيتش للمدرسه حيتاش امير شويه مريض، دونك قلت غادي نبقى معاه في الدار. درت شويه ديال الميناج هكا جفيت الدنيا وراكم عارفين، مسحت شويه ديال الغبره وكذا، تغدينا. دابا قلت غادي نخرج حيتاش بغيت نخرج الصراحه، حيتاش بغيت نشري هكا شي لعيبات، بغيت نمشي لبري مارك نشري الامير شي تريكويات اللي كيكونوا بالكول، والمهم شي حوايج بحال هكا، هذاك ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه اللي كيلبسوه الدراري اللي كيكون طالع حتى للفوق منين كيكونوا كينعسوا، باش ما واخا لا تعراو في الليل ما كيبردوش، كيكونوا ديجا لابسين هذاك كيكون مسخنهم، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه. المهم بون هذا ما كان. دابا غادي نوريكم شنو بغيت نلبس، نوريكم الاوتفيت اوف ذا داي، وعاد ديك الساعه نمشيو نديرو شويه ديال الميكاب مع بعضياتنا. كيف ما كتبان لكم راني صفرا 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 بحال الا صيفطت لماما الصباح واحد الصور قالت لي مركب انتي واش فايقه يلاه نايضه من القبور، فريمون كانت بان صفرا، ما عرفتش واش كيبان لكم في الكاميرا. مي بون غادي نوريكم الاوتفيت اللي بغيت نلبس، واخا راه كاين مود ديال البرد، ولكن اللي بغى العسل يصبر على قرص النحل، وهذيك الساعه ندوزو الميكاب. دونك فوالا البنات، هذا هو الاوتفيت. اول حاجه غادي نلبس هذا البلازير، هذه اللي كتجي فوق بيغ، كنت باغا نلبس من تحتو هذا الدوب هذا من عند زارا اللي كيجي هكا غايي، ولكن قلت غادي نلبس تريك. دونك فوالا البنات، هذا هو التريكو اللي بغيت نلبس سامبل الكحل. اليوم غادي يكون فول بلاك اوتفيت، دونك فوالا هو هذا. كنت باغا نلبس هذا في الاول باش هكا نكاسي شويه اللون كحل، ولكن قلت هذا احسن شويه تريكو بعدا غادي يدرق عليا شويه من البرد. وغادي نلبس هاد الشويريط حتى هو فوكوير. المهم هذا خديته من برايمارك فوالا، وهذا هاد البلازير خديتها من نيويوركر، وهذا حتى هو وغادي نلبس ديبوت تنلبس ونوريكم ديبوت اللي غادي نلبس. المهم البنات غادي نلبس حتى هاد لي باموس هادو اللي كيجيو بحال هكا فيهم هاد القليبات. صراحه في الاول كنت باغا نلبس هكا لي باموس تكون كاراميل، هاد لا كولور فلا كولور ديال اللحم، ولكن ابري قلت هادي راني ديجا شرياها، وصراحه ما عمري ما لبستها، هادي يمكن كتر من شهرين منين شريتها وما عمري ما لبستها، دونك قلت غادي نلبسها اليوم فوالا. ما عرفتش واش كيتبان ليكم فيها قليبات. المهم حتى هادي شريتها من نيويوركر. لبس هاد التريكو اللي قلت ليكم، كيف ما كتشوفوا شوفوا الكول ديالو كيفاش كيجي زوين بزاف. ابري لبس هاد الشورت هذا فوكوير اللي وريتكم، وها هما لي باموس كيفاش كيجيو. الصراحه اول مره غادي نجرب لي باموس من عند نيويوركر، والصراحه ما عندي ما نقول من ناحيه الكاليتي، فريمون كتحسوا بهم متانين. دونك فوالا 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 البنات، دابا غادي ندوزو الميكاب. بالنسبه للميكاب اللي غادي ندير، غادي ندير الميكاب اللي غادي يكون خفيف 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 فريمون خفيف، تقدروا تقولوا نو ميكاب ميكاب. اول حاجه ما عنديش بزاف ديال الوقت، وثاني حاجه ما جايش على بالي انني ندير شي ميكاب ثقيل، حيت كيف ما قلت لكم غادي نخرج غير خريجه عاديه. دونك اول حاجه رسمت حجباني بهذا القلم ديال شي كلام، واخا ما عجبونيش ولكن ماشي شغل المهم. دابا غادي ندير هاد السيروم من عند فوريو ديال ليدغاتاسيون ديال الترطيب، عشرة خطير كيرطب مزيان فوالا. كيف ما قلت لكم في لا فيديو اللي قبل تحت طلب ديال بزاف ديال الناس، غادي ندير لكم ديك لا فيديو ديال 10 توب برودكت من عند شي كلام، غير صبروا عليا غادي ندير لكم غالبا في هذه السيمانه غادي نصوروا لكم. دونك فوالا ابخي غادي نميكسي هاد جوج ديال ليكويد بلاش من عند شي كلام، هادي لا ريفيرونس ديالو سوايب رايت، وهذا لوف كيك بلاش نتاكد لوف كيك، عرفتو راه فريمون من احسن البلاشات اللي استخدمت هما هادو ديال شي كلام. هادو راه البنات خطيرين خطيرين خطيرين، واعرين 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 بزاف. شفتو دونك فوالا كندير نقطه من هذا
وكنزيد نقطه من هاد لوف كيك جوج من هنا ومن هنا، ندير حتى شويه على نيفي. كلهم الخضره كملات، هادي كملات، وحتى الغوزيه كملات، الخضره بجوج مكملو، حتى الغوزيه كملات. دونك غادي ندير هادي ديال شيكلام، اكيد غادي تكونوا عارفينها. صافي البنات، درت ماسكارا صراحه ما كثرتش، هكا حسن كيف ما كتشوفوا. جيسبر تكونوا كتشوفوا مزيان، حيت الشطيره غير طول عادي، ما كاين لا رينك لايت لا حتى شي حاجه. دابا غادي ندوز لليبسيك، غادي نستخدم هذا لبسيك النيت، هذا ديو فيه ليب لاينر ولبسيك من عند شي كلام النيت. كيف ما كتشوفوا هذا هو الميكاب ديالنا ديال هذا النهار، كتبوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم. دابا غادي نمشي ندوز نلبس امير وديك ساعات نخرجوا نديكم معايا اكيد. يلا دونك البنات، هما لي بوت اللي غادي نلبس، حيت شريتهم العام اللي فات من عند H&M، فريمون طلعوا خطيرين 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 وواعرين بزاف. كيف ما كتشوفوا مازالين تقريبا باللي جداد، واخا راني لبستهم العام اللي فات بزاف، وحتى هذا العام لبستهم صراحه طمال دو فوا. شفتوا كيفاش دايرين، شريتهم يمكن بشي 60 ولا 50. بالنسبه للبارفان غادي ندير هذا البارفان ديال لا بيتيت روب نوار ديال غيرلان. فوالا البنات، جبتكم لهاد البيت هنا فين كاينه المرايه كبيره باش يبان لكم داكشي مزيان. فوالا هذا هو الاوتفيت اوف دو داي، فول بلاك كيوت وزوين، واكيد ما غاديش نخرج هكا حيتينو غادي يقتلني البرد. غادي نزيد جاكيتي من الفوق. دونك فوالا، thank you.
قشرات بحال هكا اللي كيكونوا فيهم هاد اللعيبات لتحت. اول حاجه خديت الامير هاد القشرات اللي كيكونوا بحال هكا فيهم هاد اللعيبات لتحت باش ما كيزلقش، هادو كيحتاجوهم في الحضانه. ابري خديت هاد الصناديله، هادي حتى هي للحضانه كيحتاجوها، حيت منين كيفوتوا للحضانه خصهم ضروري يحيدوا الصبرديله ديالهم ويلبسوا الصناديله بحال هكا. هادو جايين مقطنين من الداخل، جايين زوينين. دونك فوالا فوالا هادوك اللي كنت قلت لكم ديال الناس، ها هما كيفاش كيجيو. ولكن هادو صغارين